بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات العودة إلى الطبيعة. نرحب بمشاهدي قناة اليرموك الفضائية للاستماع إلى تساؤلاتهم واستفساراتهم فيما يتعلق بموضوع الغذاء الصحي والنباتات الطبية والزيوت العطرية ومنتجات النحل والأعشاب المختلفة والغذاء الصحي، مما يساهم في عودتنا إلى الطبيعة ويساعدنا في أن نكون في صحة جيدة. فالصحة عافية وتاج على الرؤوس لا يعرفه إلا المرضى، كما ورد في الأمثال والحكم القديمة، وهذه حقيقة. الصحة أيها المشاهدون الكرام تمكننا من عمل أشياء كثيرة، وعلى رأسها الطاعات وأعمال الخير والبر وتفريج الكروبات ومساعدة الآخرين والجهاد في سبيل الله. لكن من ابتلي بالمرض فعليه بالصبر، فله الأجر إن شاء الله والطهور وزوال الذنوب ومحوها بإذن الله حتى يدخل الجنة وليس عليه ذنب. لكن برضو نسعى بالأخذ بالأسباب للعافية. فالأخذ بالأسباب واجب، والاتكال عليها شرك، إذ يجب أن نتكل على الحي القيوم، فهو الشافي سبحانه، وإذا مرضت فهو يشفين. وقد خلق الله لنا عجب عجاب من الخلق النباتي وغير النباتي ومنتجات النحل وغيرها، حتى نستخلص منها ونأخذ منها ما يفيدنا بحسب الخبرات وبما علمنا رب العالمين وبما جمعه الناس على مر العصور والأطباء والباحثون، وتناقلت هذه المعلومات جماهير الناس جيلا بعد جيل حتى وصلتنا، ونحن الآن نزيد عليها أيضا ضمن الأبحاث والتكنولوجيا الهائلة التي طرأت على الطب في جميع مجالاته. فصرنا نتحقق من أمور وندرسها عن كثب بدقة عالية، ومع ذلك لا تزال هناك أمور كثيرة مجهولة، والذي نعلمه ما هو إلا قليل، وقليل جدا جدا. جسمنا إحنا شو بنعرف عنه إلا القليل. أحدثكم في هذه الحلقة عن نبات معروف هو، لكن الأجيال الجديدة ما بتعرفه للأسف، الأجيال القديمة بتعرفه، هو نبات العناب. العناب، وكما ترون هذه الصورة ليس العناب هذا، سامحكم الله، هذا كرز، هذا الكرز وليس العناب، هذا الكرز. العناب بيجي طويل ولونه غامق اللون، بيشبه التمرة، بيشبه التمرة، وهو من فصيلة السدرية، من فصيلة السدر. السدر اسمه زيزيفاس سباينا كريستي، والعناب اسمه زيزيفاس جوجوبا. تيجي ثمرته طويلة، أولها بتكون خضرة ثم تتحول بالتدريج إلى لون بني غامق، وبيشبه كيف السدر، ثمرته هشة هشة وفيها لدانة خفيفة وفيها مادة لعابية خفيفة. العناب بتيجي السدر مكورة، تشبه اللي الآن الإخوة الكرام حطوها زي الكرزة مدورة، لكن العنابة طويلة زي التمرة، ولذلك سميت التمر الصيني، أحد أسمائها التمر الصيني، لأنه تزرع في الصين، بينما التمور ما توجد في الصين، بجوز صاروا يزرعوها الآن لأنه الصين مش مخلي إشي إلا دخلت على الخط. لكن ما هو معروف التمور كانت إلا في بلاد العرب تقريبا، أما هذا سمي التمر الصيني العناب. طيب هذا العناب إيش فيه خصائص بتخلينا نستفيد منه؟ حقيقة الأولون كانوا يستخدمونه، يطبخونه طبخا غير الأكل طبعا المباشر، كانوا يطبخونه ويشربونه لالتهابات الحلق وللسعال والبلغم ومشاكل الصدر. فهو طارد للبلغم، مهدئ للسعال، وجيد للحلق والفم والتهابات اللثة. والسدر أيضا استخدم لهذا الغرض. الآن أيوة هذا هو العناب، هذه مضبوط، لاحظوا الورقة تشبه ورقة السدر،
والعناب هذا هو اللون البني الغامق الطويل، هذه هي الصورة الصحيحة. أي نعم، طبعا العناب هو شجرة شوكية تنمو وبتكبر، ممكن توصل يعني ارتفاعها إلى 4 متر 5 متر. لاحظوا كيف اللون الجميل للعناب لوجود مواد فلافينويدز اللي هي مضادات الأكسدة. وإحنا قلنا سابقا أنه أي فاكهة ملونة أو خضار ملونة، هذا العناب هنا شبه مجفف تقريبا، وفعلا إذا جفف يبقى تبقى فيه فوائد كثيرة جدا، ويمكن استخدامه مجففا كالتمور وكالزبيب وهكذا. وعملية التجفيف حقيقة عملية رائعة وتساعد في بقاء المواد الفعالة إلى حد كبير، وممكن الناس من خلال التجفيف ينقعوا بالماء وينفش مرة ثانية ويستخدموه. فالعناب أيضا ملين للبطن، وننصح به للأطفال اللي عندهم إمساك. الأطفال اللي عندهم إمساك لو غلينا العناب أو هرسناه هرسا وصار زي الشوربة وشربوه الأطفال، حقيقة ممتاز للإمساك هو والصدر أيضا. لاحظوا كيف الثمار الجميلة الناعمة الملساء الرائعة الجمال والتي تحتوي على مواد فعالة كثيرة، سنأتي لبعضها بعد قليل. إذن قلنا أنه العناب يستخدم الورقة. قبل ما أنسى الورق، لاحظوا ورق العناب. ورق العناب اكتشف الأولون أنه إذا في دواء طعمه غير مستساغ للطفل فماذا يفعلون؟ يحضرون ورقة عناب ويجعلون الطفل يمضغها، حتى الكبار يمضغ الورقة فتتخدر الذوقيات، الإحساس الطعم في إحساس الطعم في اللسان يتخدر تماما. جربوها، اللي عنده شجرة عناب يمسك ورقة عناب ويمضغها في فمه مضغا هيك بسيطا، وكيف إنه راح تتخدر أحاسة الذوق عنده بشكل غريب، فيستطيع أن يتناول ما يشاء، شيء مر شيء طعمه غير مستساغ، يعني لبضع دقائق يبقى هذا الأثر، ربما 10 دقائق يبقى هذا الأثر ثم يزول. فاكتشف الأولون حقيقة أنهم كانوا أذكياء وكانوا أقرب للطبيعة منا بكثير، تفاعلوا مع الأشياء الطبيعية بشكل مباشر وبشكل التصقوا في الطبيعة أكثر، ما هو مثل هذا الزمان للأسف ابتعدنا عن الطبيعة كثيرا، ومن هنا كانت المعاناة والتي نعاني منها وكثرت الأمراض وكثرت المشاكل الصحية بكثرة هائلة جدا. فكانوا ملتصقين بالطبيعة. كيف اكتشفوا أن ورقة العناب إذا مضغتها تتخدر هذه الذوقيات اللي بالفم؟ كيف اكتشفوها؟ لولا أنهم ملتصقين بالطبيعة وقريبين من كل شيء، كل شيء بذوقوه وبيعرفوه. فهذه إذن فائدة، مضغ ورق العناب يخدر حسيس الذوق بالفم أو باللسان قصدي، بحيث أنه ممكن نأكل بعضه أي شيء غير مستساغ بسهولة فائقة، تشبه مادة زيلوكين الآن موجودة في الطب اللي بتخدر. طيب الآن إيش فوائد العناب الأخرى غير أنه ملين ومفيد للأمراض الصدرية والسعال إذا غلينا وشربنا ماءه أو هرسنا وتناولنا مثل الشوربة أو الحلويات اللي على شكل مرق؟ ذكرت أنه أيضا مسهل ملين للبطن خاصة للأطفال وبصلح للكبار كمان، وأيضا هو يعتبر مدر للبول، فاللي عنده انحباس بولي ممكن يستخدم العناب لإضرار البول. وحقيقة أنا شفت ثمار في السعودية يعني بتشبه العناب، لكنها جاية من مش عارف من أي بلد، من الصين ولا تايلاند، كبيرة الحجم لكن نفس إحساس وطعم العناب إلى حد كبير، فعلا أنه مدر للبول بشكل غريب وعجيب، واستخدمته بعض النساء اللي عندهم انحباسات مائية في رجليهم وغيرها، در إضرار رائع وطبيعي بدون آثار سلبية. فجميل أنه إحنا نتعرف على هذه النباتات اللي بتساعدنا كثير. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية يا أخي العزيز. الله يعافيك، أهلا وسهلا. بديت لك بالنسبة للديسك، يعني مالوش علاج الديسك؟ في العربية الديسك. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. في كمان ملاحظة. تفضل. في دكتور جاي من خريج ألمانيا، جاي بأبر ألماني بقولها أبر سكرية. أبر سكرية؟ للديسك.
شو رايك بيها يعني بالنسبه لي؟ بجوز هاي اللي بيضعوها في الظهر عشان ايوه الظهر بالضبط. طيب نعطيك الجواب ان شاء الله. الله يجزاك الله حيك. بالنسبه لسؤال الاخ توفيق، الحقيقه الديسك هو مشكله وشائعه جدا، وقد يكون في الظهر فقرات القطنيه، وقد يكون في الرقبه، طبعا في الرقبه اصعب. الان هذا الديسك خرج من او انزاح من موقعه فضغط على النخاع الشوكي، هذه الضغطه هي المشكله. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى، حينما الفقرات ينزاح الديسك من داخلها الى الخارج، حتى نظام الفقرات صار فيه خلل، صار فيه خلل، لانه المسافه بين الفقرتين اللي كان اللي بينهم ديسك صارت اقل، وهذا عمل خلل في ميزان العمود الفقري كله. فحتى لو اجريت عمليه وازيل الديسك ما بيرجع العمود الفقري كما كان للاسف. ولذلك انصح الجميع، وقبل اتمام الاجابه، انه يا جماعه تدربوا، العبوا رياضه، قووا ظهوركم، قووا عضلات الظهر، حتى لو حملت شيء ثقيل في لحظه ما ما يصير عندك ديسك. غالب الامور هذه بتيجي لعضلات ظهر ضعيفه. حمل الانسان شيء ثقيل وغير متوقع بالنسبه له، ضرب ظهره. وكذلك النوم على فرشات صحيه، مش فرشه عمرها 20 سنه ومطعوجه متعوجه صارت، هذه متعبه للظهر. فرشه صحيه زنبركيه او اسفنج مضغوط، هذا بكون افضل. او حتى على الارض، بس تكون يعني فرشات معقوله، هذه حمايه للظهر. اي واحد بيصحى صباحا وبيحس انه ظهره بوجعه يتهم الفرشه مباشره انها غير صحيه. فنعود الى الديسك فنقول الحجامه رائعه للديسك حقيقه، الحجامه فيها بركه وفيها خير ومزيله للالام، منشطه للدوره الدمويه ومنشطه لمراكز الطاقه اللي صار فيها خلل. تنين، هناك اعشاب كثيره بتخفف الاحتقان الذي حصل نتيجة تحرك الديسك من مكانه وسبب ضغطا على النخاع الشوكي. ومن هذه الأعشاب عشبة الأشواغندا وعشبة المورينجا، وهي الآن متوفرة على شكل كبسولات في الصيدليات، ممكن الإنسان يتناولها بكل سهولة. فإذا جمعنا ما بين الأشواغندا أو المورينجا زائد الحجامة شيء رائع. وأيضا هناك لبخات نبات الكبار، لبخات نبات الكبار، كبار معروف بيعرفون الناس. معنا اتصال، مين معنا؟ ابو ليث. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. دكتور عفوا تفضل. عفوا دكتور، انا بستمع البرنامج تبعكم بعض الاوقات. قبل فتره انا عندي مشكل، هي طنين الاذن. طنين الاذن، نعم. انا سمعت قبل فتره انك حكيت انه في له علاج، بس انا حقيقه لا اذكر ايش حكيت، اذا في امكانيه لو سمحت. كم العمر؟ العمر 52. 52 سنة. طيب أعطيك نصيحة إن شاء الله. جزاك الله خير دكتور. الله يحييك. معانا الأخ محمد، تفضل. تفضل يا محمد. محمد. يا محمد. نعم. تفضل اسأل. بدي أسأل عن الحجامة اللي عمره فوق 75 سنة. بيقدر يعمل حجامة؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. طيب نكمل إجابة هذه الأسئلة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة.
أهلا بكم مرة أخرى. نجيب على باقي الأسئلة. فنقول بالنسبة لسؤال أنه في طبيب جايب إبر لإذابة الديسك، في معروف هذا، يعني استخلصوا من مادة الأناناس أنزيمات خاصة لها دور في إذابة ما خرج من الديسك، هذه معروفة، مذيب لهذه المواد، لكن طبعا مش كل الحالات تصلح لها هذه، يعني لابد من التشخيص الدقيق، معرفة مقدار الديسك وحجمه وقوته وشدته إلى آخره حتى يتم هل هذه الإبرة مناسبة لهذه الحالة ولا لا. يعني في حالات تناسبها، وحقيقة إذا ضبطت الإبرة مع ناس فهي أهون من العملية، طبعا عملية فتح وتسكير وإزالة وقص وكذا، بتظل الإبرة أهون بإذن الله. معنا اتصال، تفضل يا إسماعيل. هلو. أيوة أحكي مع الدكتور بالله. تفضل معك، تفضل. هلو. أيوة معك دكتور. أيوة دكتور، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالخيرات. دكتور سمير. نعم. بالنسبة للحجامة، أنت بتعمل حجامة؟ تعمل حجامة أنت؟ هذا السؤال الأول. والثاني؟ بس هذا السؤال؟ لو بتسكر التلفزيون أو بتوطي أحسن، تسمعني من التلفون. خلص راح. لا بدي أسأل رقم العيادة. طبعا احنا عنوان العيادة. لا هذا احنا بنعطيك اياه لاحقا، مش على الشاشة مباشرة، خليك يعني على التواصل. يعني احكي مع الرقم هذا نفسه. ايوه احكي معهم بعطوك اياه ان شاء الله. طيب شكرا، حياك الله، اهلا وسهلا. طيب نكمل الاجابات. اما بالنسبة للاخ ابو ليث وطنين الاذن، طبعا طنين الاذن كما ذكرت سابقا انه مشكلة في العصب، غالبا في العصب. صح انه الاذن الوسطى ممكن تكون مسؤولة احيانا اذا كان فيها سوائل، والعظيمات الصغيرة الثلاثة اللي في الاذن الوسطى صار في خلل في توصيل الحركة، ممكن هذا بده يأثر على الصوت ويعمل شيء من الطنين، لكن غالب الطنين والوشيش هو من العصب السمعي. كيف سلك الراديو لما يصدي شو بصير الراديو خشخش. فكيف نسوي؟ بدنا شيء ينشط العصب. احسن الاشياء اللي بتنشط الاعصاب هي عشبة الجينكا، بتنشط الدورة الدموية في الأذن الداخلية، وقد يكون لها دور في تحسين الوضع. عندنا زيوت أوميجا 3 وأوميجا 6 موجودة الآن على شكل كبسولات أيضا، وعندنا غذاء ملكات النحل. غذاء ملكات النحل برضو له قدرة على تنشيط وتجديد الخلايا العصبية، فعليك بواحدة أو ثنتين أو ثلاثة إذا تيسروا خير وبركة، لكن تنتبه أنه التحسن بيكون بطيء لأنه الجهاز العصبي بطيء التحسن. نعم. بالنسبة للأخ محمد بيسأل عن الحجامة لمن هم فوق 75 سنة. الحقيقة إحنا موانع الحجامة شو هي؟ ما هي موانع الحجامة؟ إنسان صحته العامة تعبانة، يعني إنسان كبير في السن ومهدود تعبان جدا ما بنعمل له حجامة، لكن إنسان كبير في السن وحيله قوي وكأنه شباب ما شاء الله. يعني قبل فترة شفت واحد ألماني عمره 85 سنة بنط على المسبح، بنط من هذه اللي بفزوا عليها الخشبة وبلف الهواء وبنزل في المي كالشباب ما شاء الله، هذا بنعمل له حجامة. ولذلك إذا كانت الصحة العامة قوية وممتازة والدورة الدموية ممتازة وما في مشاكل يعمل له حجامة، ما في مانع. اللي ما بنعمل له حجامة كمان واحد عنده فشل كلوي، واحد عنده سرطان متقدم، واحد دمه ضعيف جداً إلى آخره، هدول لا ما بنسوي لهم، فلازم تكون الصحة جيدة بشكل عام. طيب هذا هو الجواب، ونكمل عن التمر الصيني. معنا اتصال، تفضل يا أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية دكتور. الله عافيكي دكتور. لو سمحت، أنا والدتي عمرها 75 سنة. نعم. عندها هشاشة عظام في العمود الفقري. طيب شو سويتوا؟ بتاخذ ادويه هشاشه؟ نعم تاخذ هذه. طيب. الحبه الاسبوعيه كل جمعه. طيب وكيف وضعها؟ نعم وضعها كويس ولا تعبانه؟ لا والله تعبانه. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. الله يجزيك الخير. الله يرضى عليك.
معانا الأخ إسماعيل. معانا إسماعيل. معانا الأخ إسماعيل، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك يا أخي. بدي أسألك، أنا والدتي في عندها رجليها فحصت عند دكاترة وصور أشعة، فحكوا لها إنه معك هشاشة. نعم. هشاشة شديد. صاروا اثنين هشاشة ورا بعض. طيب بتستعملوا لها أدوية؟ حكوا إنه بدها جزء من ركبة أو ركبة أو جزء من ركبة. لكن هي ما رضت تسوي العملية وحاطوها إبرة في كل ركبة إبرة عطوها. لا هذه مش هشاشة من تصادق. هذه خشونة واحتكاك. خشونة، أيوة خشونة. خشونة واحتكاك، نعم. كم عمرها؟ تقريبا 55. 55، طيب تسمع الجواب والنصيحة إن شاء الله. إن شاء الله يعطيك العافية. بدنا في كمان أسئلة؟ في فاصل الآن؟ طيب طيب. إذا الآن نجيب على هذه الأسئلة فنقول بالنسبة لهشاشة العظام وخاصة إذا كانت في العمود الفقري، طبعا لا شك أنها هي في العمود الفقري أو في الفخذين بتكون غالبا، والحوض بتكون بتعطي آلام شديدة وتعب، وأخشى ما نخشى أكثر ما نخشى في الهشاشة أنه هذا الإنسان الكبير في السن يقع لسبب أو لآخر ويصير عنده كسور. هذه تعتبر حقيقة أنا بعتبرها مأساة، لأنه عظام فيها هشاشة تنكسر متى ستلتئم؟ أي هي مش حاملة حالها وهي سليمة، كيف لما تصير مكسورة؟ الله يكون في العون. فلابد من علاجها علاجا فعالا وبأسرع وقت عشان نقي أنفسنا مشاكل كبرى تأتي نتيجة كسور العظم الهش. حقيقة هناك أمور كثيرة مفيدة للهشاشة من العالم الطبيعة. هناك علاجات بدأت تظهر في الأسواق ولا أريد تسميتها بالاسم لأنه بلاش تصير دعاية مباشرة لهذه العلاجات، لكن موجودة حقيقة وقد استخلصت من مجموعة نباتات وهي رائعة. تنين، عندنا نبات ذيل الفرس. ذيل الفرس، نبات ذيل الفرس يحوي مادة سيليكون ومادة والفسفور تنتين مع بعض، برضو هذا ممتاز لاستخدامه. ثم ننصح طبعا هذا الإنسان إذا كانت حجة كبيرة وكانت تتعرض للشمس قدر المستطاع عشان يصير عندها فيتامين دي ويصير عندها الفيتامين دي بيقوي العظم بشكل عام. ثم ننصح بالأغذية التي تحتوي على الفسفور وعلى الكالسيوم. العظم متكون من كالسيوم فسفور وكربون وسيليكون، فلازم هاي كل هالمواد تكون موجودة، وأكثر ما تكون مواد الكالسيوم وين طبعا منتجات الألبان البيض والمكسرات فيها الفسفور ومنتجات البحر. معنا اتصال. أبو غسان، أبو بسام، تفضل يا أبو بسام. ألو، السلام عليكم. نحكي مع الدكتور. الله حياك الله يا أخي، تفضل. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك. والله يا دكتور أنا عملت صورة عملت صورة للعمود الفقري، يعني صورة رنين مغناطيسي. أيوة. طلع عندي تقارب في آخر ثلاث فقرات، يعني للذات على بعض. قال لي قال لي بدك تعمل عملية مع عملية. قلت والله هسه ما بدي أعمل. بعدين صار معي خدران في القدم من تحت في الرجلين. الثنتين ولا واحدة؟ يعني في الرجلين من تحت، هسه ما بعرف منه هذا من العمود الفقري ولا من أي. طيب أنت عندك وجع في أسفل الظهر؟ راح الصوت. طيب نعطيك نصيحة إن شاء الله. أما بالنسبة لسؤال الأخ إسماعيل وخشونة واحتكاك الركب، طبعا هذه المشكلة شائعة كثير بين النساء وخاصة فوق سن 40، وخاصة إذا بتطلع درجة كتير وبتنزل درجة كتير أو بتتعب نفسها كتير، وأيضا إذا زاد الوزن هذا كله بيساهم في حدوث خشونة الركب. المدرسات في المدارس ملاحظ أنه عندهم خشونة ركب من كثر ما بيطلعوا بينزلوا إدراج. الناس اللي ساكنة على الدور الرابع وخامس وثالث برضو حقيقة بصيروا عانوا من خشونة الركب. طيب شو نسوي؟ إبرة، إبرة الزيتية بتريح نسبيا لأنه الزيت صار قليل في الركبة، بتريح شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة، بعدين بترجع الأمور كما كانت. في أطباء ممكن يعطوا كورتيزون، هذه بصير كان المستجير من الرمضاء بالناري، بيستريحوا أولها بعدين بتخرب الركبة بالمرة.
في ناس بيعملوا كحت، في ناس بيقول لك بدي اغير المفصل، طب فيش حل اخر يا جماعه ارحم؟ في الان اللي هي منتجات اللي بنسميها جلوكوزامين كوندرويتين، هذه بتعمل ترميم للغضروف اللي صار فيه ذوبان في الركبه وبتساعد في تحسين. ايضا عشبه المورينجا بتحسن الركب، عشبه الاشواغندا بتحسن الركب. كل هذه النباتات الان موجوده في الصيدليات الحمد لله، مع الجلوكوزامين اللي هم نسميه بلح البحر برضو على شكل كبسولات، كله بيساعد في ترميم الركب وتحسين حالها ان شاء الله. معنا اتصال، معنا اتصال. توفيق تفضل. تفضل يا توفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا أخي. كيف حالك دكتور؟ الله يسعدك ووفقك. تفضل. بدنا نسألك عن جرثومة المعدة يا دكتور. بالله جرثومة الحلزونية، جرثومة الهليكوبتر البلوري. أي جرثومة؟ هليكوبتر بلوري. اتش بيلوري اللي هي الجرثومة الحلزونية. بالعربي الحلزونية، بالانجليزي اتش بيلوري. بالضبط. وشو اعراضها بكون يعني؟ شو اعراض عندها بكون؟ ابشر تسمع الجواب ان شاء الله. شكرا لك. شكرا. الله يسعدك حياك الله. فقلنا بالنسبة للخشونة، وايضا لبخات الكبار، لبخات الكبار بتفيد الركب، وايضا لسع النحل، لسع النحل ممتاز للركب وأوجاع المفاصل بشكل عام والأربطة إلى آخره، حتى لسع النحل كويس للديسك. نعم. بنيجي لسؤال أخ أبو بسام. وجد لديه تقارب في الفقرات الأخيرة في ظهره ونصح بالعملية. معنا اتصال. وفاء. هيفاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكي. لو سمحت بدي أسألك، أنا دايما عندي بطلع لي دهون بالعين، يعني زي الكتل الصغيرة. أيوة زي الكتل على الصغيرة على طرف الجفون. بالجفون. شو بتسوي لها؟ والله يا دكتور أحيانا بعمل لها عملية وبيشلوا لي إياها، وأحيانا بترجع. قديش حجمها بكون تقريبا؟ زي حبة العدس. حجم حبة العدس. أيوة. أنت عندك مثلا التهابات في الجفن ولا ما في؟ والله بصير التهابات لما تكبر شوي، بصير في عندي التهابات، بصير تقشر كمان في أطراف الجفون. لا تقشر لا ما بصير. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا لك دكتور. الله يرضى عليك. أهلا وسهلا. فبالنسبة لتقارب الفقرات الأخيرة والوجع اللي ممكن يحصل، إحنا زي ما قلت قبل قليل إنه أي خلل في نظام وترتيب والمسافات بين الفقرات بيعمل خلل في نظام القوة الجهاز الفقرات هذه. هذه يا إخواننا أنتوا لو بتعرفوا كيف الفقرات وتوزيع القوى فيها، هذه هندسة ورياضيات، فيها معادلات رياضية هندسية معقدة جدا، سبحان من خلقها. زي البيضة، البيضة اللي تحطها بالعرض تنكسر، تحطها بالطول اضغط عليها ممكن تحمل رجال، سبحان الله العظيم. ليش؟ مراكز الطاقة بتتوزع توزيع رائع جدا بتخليها قوية، وهكذا العمود الفقري. فإذا صار في خلل هنا بصير في مشكلة الضعف، نتيجة وزن، نتيجة أحمال ثقيلة، نتيجة جلسات طويلة خاطئة، عدم لعب الرياضة، ضعف العضلات الظهر، كل هذه بتتعب العمود الفقري. ولذلك أنصح كل الناس يلعبوا رياضة، لازم كل واحد يلعب فينا رياضة صغيرا أم كبيرا. الآن صرنا نشوف ديسكات عند، والله مرة جاني شاب عمره 17 سنة عنده ديسك، 17 سنة أعانه الله. كيف هاي صارت؟ لولا أنه ضعف العضلات والرخاوة اللي صارت بين الشباب والكبار والصغار. فننصح الجميع بتقوية ظهورهم بالرياضة، ونقول يا أبا بسام ممكن تستفيد كثير من قبل ما أجيب وأكمل الإجابة، الخدران اللي بتشكو منه في رجليك الدليل أنه العصب الحسي اللي جاي من الرجلين مضغوط، لأنه الأعصاب الحسية وين بتروح؟ على العمود الفقري، على المنطقة اللي أنت ذكرتها، فصار في عليها ضغط. الضغط العصب شو بيسوي؟ العصب الحسي خدران. فأنت عندك خدران صار، أنصحك بلسع النحل، استخدام الكريمات المفيدة لتنشيط الجهاز العصبي عند الرجلين، في لصقات خاصة الآن ممكن تستخدمها لهذا الغرض. وأنصحك بالحجامة على أسفل الظهر، لو عملت الحجامة بين حين وآخر يعني كل 3 شهور كل 6 شهور ما في مانع، بتريحك كثير إن شاء الله. وممكن تستخدم لبخات الكبار، بس ما تستخدمها مباشرة، الكبار بحرق، حارق للجلد،
بدك تخلطه مع طحين، طحين احسن حتى تخفف حرارته وتستطيع تتحملها ان شاء الله. بالنسبة للأخ توفيق بيسأل عن جرثومة الحلزونية إتش بايلوري. الجرثومة الحلزونية حقيقة كويس هذا السؤال، إنه منتشر عندنا في الأردن كثير منتشر، والناس بتعالجوا بالعلاج الثلاثي والرباعي، ممكن يخفوا فترة من الزمن بترجع، بتعالجوا وبترجع، بتعالجوا وبترجع. معنا اتصال، تفضل تفضل. الو، ايوه تفضل. يعطيك العافيه. الله يعافيك دكتور. بدي اسالك بس اذا في امكانيه اني اخذ رقم تليفونك. بتاخذه من اخواننا في الكنترول. اتصل عليهم بعد شوي بعطوك اياه ان شاء الله. نعود فنقول الجرثومه الحلزونيه. طيب هل الجرثومة الحلزونية ممكن تقاوم المضادات الحيوية ولا أنها بتروح ثم تعود نتيجة عدوى أخرى؟ الاحتمالين موجودات، ممكن تقاوم المضادات الحيوية بسهولة زي أي بكتيريا أخرى، بتصير مقاومة للبكتيريا للمضادات، وممكن تزول ثم تعود عدوى جديدة. كيف تعود؟ من فنجان قهوة أو كاسة شاي أو كاسة مي تلوثت بالجرثومة الحلزونية. فلذلك عادة صب قهوة واللي بعده صب واللي بعده صب، ممكن هي تنقل الجرثومة الحلزونية، وهذا بصير في العزائم وفي الأعراس وفي الحفلات. مظبوط. فأنصح باستخدام الفناجين البلاستيك، كل واحد له فنجان بلاستيك وكبه، أرياح أرياح. صحيح أننا ما بنحب البلاستيك، لكن شو بدنا نسوي عشان نمنع هذه التلوث وهذا العدوى اللي بتحصل في الجرثومة الحلزونية. لسه اليوم اتصل في واحد بقول لي قبل 4 سنين تعالجنا عندك الجرثومة الحلزونية وراحت، والآن رجعت. وقلت له ما هي من العزائم اللي بتصير عندكم. قال صح كلامك. فالمهم هذه واحدة. تنين، كيف بدنا نسوي، كيف بدنا نسوي مع الجرثومة الحلزونية؟ حقيقة في أشياء كثيرة بتقضى على الجرثومة الطبيعية، منها على رأسها الثوم. إذا جبت ثوم 2 أو 3 ثوم ضربتهم بالخلاط مع قليل من اللبن وشربت كاس الصبح وكاس المساء لمدة 10 أيام إن شاء الله تقضي على الجرثومة. وهذه واحدة. تنين، العسل. العسل النقي الأصلي النظيف له دور في القضاء على الجرثومة الحلزونية، خاصة إذا أضفنا له مادة عكبر النحل، البروبوليس، عكبر النحل، صمغ النحل. هذا رائع لو خلطناه مع العسل وتناولنا كل يوم 3 ملاعق صغيرة من هذا الخليط، برضو بيقضي على الجرثومة الحلزونية بإذن الله، وبقوي المناعة وإن شاء الله ما بترجع إلا إذا صارت عدوى جديدة. أيضا ذكر أنه ماء الغار، ماء الغار أو مغلي أوراق نبات الغار له دور في القضاء على الجرثومة الحلزونية. أيضا ذكر أنه القرفة، وأنا ممكن أقدم عن القرفة إن شاء الله في حلقة قادمة. القرفة أيضا فيها مواد بتقضي على الجرثومة الحلزونية، وبنفس الوقت تمنع الغثيان والقيء. الغثيان بيكثر عند مرضى الجرثومة الحلزونية، خاصة إذا الجرثومة الحلزونية كانت شرسة وشديدة، بتعمل ضعف شهية، رغبة في القيء والغثيان، بصير الإنسان لونه شاحب ونحيف. هذه إذا كانت شرسة وشديدة، أم إذا كانت خفيفة لا. معنا اتصال. أمل تفضلي. تفضلي يا أمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور أنا بدي أحكي لك إنه أنا يعني ما بقدر آكل العسل نهائيا، يعني بوجع لي فمي ولحد والمريء والماء لحد ما يوصل يعني للمعدة، بوجع لي عيوني كثير. العسل ها؟ نعم. وكل ما كان طبيعي أكثر كل ما وزعني أكثر. يعني ما بقدر هيك الطرف المعلق ولا شيء، ولا شيء بقدر هيك أكل منه ولا شيء. لو خلطيه يعني بالمي، لو خلطيه بالمي كمان نفس الإشي. طب السكريات ما جرب؟ لو أكلت كنافة شو بصير؟ لا ما بأكل حلو نهائيا أنا. بتتحمليش الحلويات؟ لا أنا طبيعة ما بحبها، بحب المالح أكثر. حلو نهائيا ما بأكل ولا شيء حلو والله. هذه معدتك معناته بدها تغيير.
وسؤال ثاني بس ممكن. عندي مشكله بعيوني، بعثوا لي المستشفى ابهس القطره الابهس ما بستفيد عليها نهائيا. ليش بتستخدم زفاف بالعين؟ ايش فيها العين عندك؟ زفاف. بعثوا لي ابهس ترطيب. بعثوا لي ترطيب للعين ابهس. انا مره على قناه ثانيه لك اعطتني الشمر بس ما عرفت كيف اعمله، يعني كيف اعمل بارد او فاتر احطه بعيني او هيك. طيب. يا ريت انك تساعدنا، لان كثير كثير بزيدوا يعني عيوني بالصيف بالشتاء بكل الفصول. الله يعينك، الله يعافيك يا رب. طيب الله يسلمك ويسعدك. ايش يعني العسل يعني هذا طبيعي ولا انا ما كل ما يعني الرسول صلى الله عليه الصلاه والسلام انه بيقول يعني كذبه بطنك، يعني لما علي حدا انه هيك اكل عسل وضره. أي ما ربنا قال فيه شفاء للناس، الله اللي خلقنا وخلقه. شكرا. طيب أنا بعطيك بعض النصائح إن شاء الله. طيب الآن فذكرنا عن الجرثومة الحلزونية وإيش الأشياء اللي ممكن تفيدها، فعليك بها يا أخ توفيق، وانتبه إلى فنجين القهوة. بالنسبة للأخت هيفاء، كتل دهنية على أطراف الجفون بشكل متكرر. حقيقة هذه قابلية، يعني في ناس عندهم هذه القابلية الوراثية، بصير فعلا في غدد دهنية فيها مادة السيبوم، دهن طري على أطراف الجفون. طبعا في البداية خلينا نقول إذا كنت من الذين يحبون تناول المكسرات والمقليات والدهنيات خففي منها، لأنه هاي قد يكون لها دور في تنشيط ظهور هذه الغدد الدهنية. تنين، بإمكانك لدى ظهور أولى الكتل الدهنية وهي صغيرة تبدأ تدهني بزيت خروع أصلي، زيت خروع أصلي تدهني على المنطقة اللي ظهرت فيها، ممكن تذيبها فورا. زيت الخروع فيه خاصية تذويب الكتل والغدد الصغيرة بشكل رائع، ادهنيها قبل النوم. ممكن زيت الخروع طبعا يشعط العين شوي، لكن لا تقلقي ما بضرها، فهذا بيذوب لك إياها. وممكن لاحقا إذا رغبتي أنك تقولي طب هل يجوز أستخدم زيت الخروع دهنا من باب الوقاية حتى ما يظهر لي هذا الشيء من بدايته؟ بقول لك ممكن ادهني زيت خروع على أطراف جفونك بين حين وآخر، لو مرة أو مرتين في الأسبوع ممكن هذا يعمل لك وقاية بإذن الله، مع الحيطة والحذر من المواد الدهنية والزيتية ما تكليها بكثرة. بالنسبة للأخت أمل بتقول إنها ما بتتحمل تناول العسل. طبعا العلة مش في العسل، العلة في المعدة، العلة في المعدة، حساسة جدا للأشياء الحلوة كما هو ملاحظ. طالما أنت ما بتحب الحلويات ولا السكاكر ولا غيرها، والعسل من ضمنها، مع أنه العسل إحنا بنستخدمه في علاج قرحة المعدة كما ذكرت قبل قليل والتهابات المعدة إلى آخره، لكن سبحان الله في دائما في ناس يعني استثناءات لكل شيء، في استثناء لكل شيء ما بتحملوه، فهذا نصيبك، شو بدك تسوي؟ الله المستعان. معنا اتصال. أم أحمد. نعم تفضل يا أم أحمد. والله دكتور بدي أسأله بالنسبة للزنجبيل والزعفران. الزنجبيل والزعفران مالهم والهيل وال الزنجبيل والهيل الهيل مع بعض البعض ينقع وينشرب، ان ممكن انه بصير عنده تذوب بالدهنيات؟ يعني الثلاثه هذول مع بعض يعني ينقع مع بعض من البعض وينشرب، يعني بيقولوا لي بيذوب الدهنيات، لان انا عندي نسبه الكوليسترول والدهنيات عاليه. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. وبالنسبة لها بدي أسأل سؤال ثاني بالنسبة لتساقط الشعر. عند الكبار ولا الصغار؟ يعني صبي بال24. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا لك دكتور. أهلا وسهلا يا مرحب. أما بالنسبة للجفاف العين فأنا قلت فعلا ممكن نجيب بذور الشومر نغليها زي القهوة زي الشاي، وهل ما ينصفيها؟ ولا بأس أنك تستخدم العسل هنا موضعيا، شوف راح تكليه، اخلطيه مع ماء الشومر بنسبة يعني 4 ملاعق من ماء الشومر مع ملعقة عسل، اخلطيهم جيدا، حطيهم في قطارة وقطر عينيك 3 مرات في اليوم، رائعة حقيقة، بتساعدك جدا جدا إن شاء الله. نعم بالنسبة لسؤال أم أحمد،
تسأل هل الزنجبيل والزعفران والهيل مع بعض تنقع وتشرب خافضة للكوليسترول والدهون؟ لا شك انه الزنجبيل خافض والهيل خافض والزعفران، بس الزعفران غالي، انت كيف بدك تجيب الزعفران وتغليه؟ على كل حال الزعفران كويس، بفيدك في ناحية اخرى اللي هو مزيل للكآبة، مزيل للكآبة، فكويس اذا بتقدري والله تضيفيه وبتقدر تشتريه ويكون اصلي مش مغشوش طبعا، خير وبركة بصير يعني. الخلطة هذه كويسة. عندك طبعا امور اخرى كثيرة خافضة للكوليسترول والدهون، منها الشاي الاخضر، منها الثوم والبصل، منها الارضي شوكي، منها الزيوت اللي انت خبراها زي زيت الكتان، زيت الزيتون، زيت الذرة، زيت دوار الشمس، كلها خافضة للكوليسترول هذه. كذلك الرياضة، الرياضة نعم. فعندك يعني مجال واسع. حتى العناب اللي احنا بنحكي عنه في هذه الحلقة ثبت انه في مادة اسمها، والله هي اسمها شوي طويل، بتروستلبين اسمه، بتروستلبين، هذه ثبت بالتحاليل والفحوصات في امريكا، هي في دراسة في امريكا عنها، انه العناب خافض للكوليسترول والدهون احسن من الادوية الموجودة في الصيدليات، وملوش مضاعفات، طبيعي امن ولا احلى من هيك. مادة اسمها بتروستلبين في العناب. طبعا ما في عندنا شركة راحت على العناب واستخلصت وحطت لنا كبسولات، ما في للأسف، وهلقيت موسم العناب تقريبا انتهى. أما بالنسبة لتساقط الشعر وخاصة عند الصبايا فالأسباب كثيرة، أسباب تساقط الشعر نعم. طيب معنا اتصال الآن. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد معك من عمان. اهلا وسهلا محمد. لو سمحت دكتور بدي اسال بالنسبه للزوان، اذا كان في التنين كيف ممكن نشيله طبيعيا؟ الزوان، هذا اول سؤال. الزوان، الزوان، الزوان. والسؤال الثاني، تواليل الرجلين. ثقاليل، تواليل الرجلين كبيره ولا صغيره؟ لا صغيره. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. اهلا دكتور، مع السلامه. ابو طارق تفضل. يا ابو طارق تفضل. أبو طارق يا أبو طارق، ما بسمعني. طيب نعود. بالنسبة لتساقط الشعر عند الصبايا أسبابها كثيرة قلنا، منها أسباب نفسية، يعني لو البنت كئيبة زعلانة مهمومة مغمومة لا سمح الله تسقط شعرها. في أسباب عضوية زي نقص الحديد، نقص B12، نقص الزنك ممكن يسبب تساقط شعر، فلازم هدول نعرفهم برضو. حياة التلوث التي نعيشها الآن، تلوث كل الوجوه يسبب تساقط. استخدام أشياء موضعية على الشعر، كثرة السشوار أو استخدام صبغات أو جل أو أمثاله، وحتى الشامبوات، كثير من الشامبوات الكيماوية، هاي من كيماوية قد تسبب تساقط الشعر. في أمراض زي القشرة، قشرة السميكة، الفطريات، فطريات الرأس، الصدفية، ممكن هاي الأمور برضو كلها نتيجة القشور الهائلة اللي بتكون على فروة الرأس تخنق الشعرة فبتساقط الشعر. إذن هناك جملة من أسباب التساقط. إذا مش موجود أمراض لا صدفية ولا غيرها، وتأكدنا أنه ما فيش فيتامين B12 ناقص ولا زنك ولا محزنون، ونفسية البنت كويسة وما شاء الله عنها، بصير هذا عالم التلوث الذي نعيشه وهو السبب الرئيسي أنا برأيي. فشو بدنا نسوي؟ بناخذ مضادات السموم، مضادات الأكسدة، مثل عشبة القمح الخضراء، عشبة الشعير الخضراء، ألفا ألفا، مورينجا، كل هاي الأشياء مضادات الأكسدة. وممكن إعطاء بعض الفيتامينات والمعادن حتى ننعش ونقوي البصيلات، خاصة إذا كان فيها الفيتامينات والمعادن فيها زنك كما ذكرنا. ونستخدم شامبوات الطبيعية التي تحتوي على الصبار والقريص، تحتوي على مادة البروبوليس وهكذا، فهذه برضو بتنعش فروة الرأس. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجزيك خير دكتور على البرنامج. أخ أحمد، تفضل. بالله بدي أسألك عن ألم الجيوب دكتور. الجيوب الأنفية؟ الجيوب الأنفية نعم، دي صداع مقدمة الرأس. نعم. والدوار ونظر، ارتجاج بالنظر احيانا. يعني حساسيه مزمنه. نعم
حساسية مزمنة في الجيوب. نعم والله ألم شديد يا دكتور. طيب عافاك الله. احنا إذا في شيء أعشابه. أبشر بالنصيحة إن شاء الله. الله يجزيك الخير دكتور. وإياكم الله يحفظك. عليكم السلام. معنا اتصال. أبو يحيى تفضل. راح الاتصال. طيب ونبتعد عن السشوار والأشياء الأخرى التي ذكرناها وإن شاء الله بتمشي الأمور على خير بإذن الله. الآن بالنسبة لسؤال أم محمد، الزوان في الأذنين. الزوان طبعا هو عبارة عن أكسدة السيبم، الدهن اللي طالع من البصيلات الشعر بتأكسد وصير لونه أسود. فأفضل شيء إلى إزالته استخدام الأشياء اللي بتنظف البشرة جيدا، منها الصابون المغربي. الصابون المغربي الآن متوفر هذا في الأسواق، صابون مغربي طبيعي ما شاء الله ممتاز، ننصح به. تفرك المنطقة بعد تبليلها تبليلا خفيفا، تفرك بالزيت المغربي مع ليفة خاصة بتأتي معه، ثم بصير الجلد ناعم وما شاء الله بروح الزوان كله، وبعدين يتم الغسل المنطقة. لو كررت هاي العملية كل أسبوع كل أسبوعين مرة أرجو أنها تكون ناجحة جدا إن شاء الله، مع الحرص على الغذاء الصحي. غذاء الصحي، تجنب المشروبات الغازية، المعلبات، كثرة الشوكولاتة، المرتدلات بأنواعها إلى آخره بكون أفضل. أما بالنسبة للتأليل على الرجلين إذا كانت صغيرة فيمكن استخدام أكثر من طريقة، في أكثر من طريقة حقيقة. ممكن استخدام الثوم، الثوم المهروس، يهرس الثوم ويوضع على الثقلول بالضبط ويوضع عليه لصقة، وبعد 10 دقائق بنشيلها. كل يوم مرة واحدة بنعمل هاي الطريقة ممكن الثقلول يذوب. عندنا كمان طريقة لبخات ورق الجوز، شجرة الجوز، لبخات من ورق شجرة الجوز. بس طبعا الآن شجرة الجوز خلاص نشف راحت عليكم. أيضا عندنا طريقة اللي هي برضو راحت عليكم، اللي هي التين، لبن التين. لبن التين لما نقطف تينة غير ناضجة بيطلع منها لبن، هذا يوضع على الأماكن نفسها. وفي كريمات طبيعية الآن بدأت تظهر في الأسواق لعلاج التقليل وهي طبيعية، فابحثوا عنها، لأنه إحنا ما بنستطيع نعمل نعطي الاسم مباشر على الشاشة، هذا يعتبر دعاية للمنتج ولا ينبغي هذا. نعم، فموجود إن شاء الله. الجيوب الأنفية حساسية مزمنة، لا شك أنه حساسية الجيوب الأنفية برضو منتشرة في مجتمعاتنا بسبب كثرة التلوث والدخان والغبار والمواد الغذائية وإلى آخره. كثير من الناس بصير عنده مشكلة، صداع مزمن في مقدمة الرأس، احتقان في الأنف، تعبان، بحس نفسه تعبان، نفسه بتأثر إلى آخره. لو شم ريحة أو تعرض لغبار أو ناس بتدخن جنبه بتعب جدا جدا، وعينيه بتحمر وحالته بتصير صعبة. أنصح يا أخ محمد أنه تتناول عشبة القمح الخضراء، وهي الآن متوفرة على شكل كبسولات. معنا اتصال، تفضل. أبو معاذ تفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك يا مرحبا. دكتور، في ابن بنتي عنده تضخم بالكبد. تضخم في الكبد، تضخم بالكبد وعنده سوء تخزين نشويات، يعني مخزن دهنيات. هذه مشكلة خلقية إذن. ورحنا في عالجنا كثير وما فيش نتيجة، يعني بطنه يعني مثل الفطبول اللي قدام. صح، عافاه الله. كم عمره؟ عمره 3 سنين تقريبا. 3 سنوات. متذكر التشخيص؟ نعم. متذكر اسم التشخيص؟ التشخيص؟ تشخيص، وايش قالوا لك الدكاترة؟ التشخيص قالوا انه عنده تضخم بالكبد، حوالي 12 سنتي صار الكبد تبعه. الله المستعان. طيب نعطيكم نصيحة ان شاء الله. ان شاء الله، الله يبارك فيك. حياك الله، اهلا وسهلا. وايضا ننصح يا اخ محمد بمنتجات النحل، منتجات النحل. العسل بفيدك، غذاء الملكات، حبوب اللقاح، عكبر النحل، كلها بتفيدك، فما تيسر لك منها فعليك به، وخاصه عكبر النحل. تتناول على شكل محلول، على شكل حبوب، اللي بتيسر لك عليك به، وعشبه القمح الخضراء.
وأنصح أيضا بمغلي القريص، مغلي القريص اعمله زي الشاي واشربه برضو ممتاز إلك، والزنجبيل برضو بفيدك في هذه الناحية. وزي ما حكينا تجنب المأكولات والأشياء اللي بتهيج عليك هذه المشكلة والأجواء اللي بتهيج عليك. أبو يحيى تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك يا أخي، أهلا وسهلا. عندي كسر أنا في الفقرة القطنية في 2006 صارت معي. أيوة. اللي هو اللي عند اللي بين اللوحتين فوقه. فيوم رجعت الطبيب قال لي في عندك كمان ديسك في الفقرة الأولى والثانية والثالثة السفليات العجزيات. أيوة. ما نصحنيش أو الطبيب اللي رجعته مباشرة بعملية. وعبالي المسكنات اللي هي الفولديك والديفيجيسك وهي الشغلات. نعم. في 2010 تقريبا صار عندي مضاعفات، ألم طقطقة في الرقبة في المفاصل مع ألم إذا ما خدتش الأدوية. حولوني علاج طبيعي، أخذت فوق 100 جلسة علاج طبيعي على فترتين، يعني مش مباشرة، يعني كل فترة بجوز 32 جلسة. عرفت علي؟ وما زلت أعاني من نفس الشيء. رحت أطباء أطباء ثانيين قالوا بدك عملية، واحد يقول لي بدك عملية ديسك، واحد يقول لي بدك عملية سمنت للكسر. وما زلت أعاني من الشغلة هاي، فبعايش على المسكنات الفولدك الديكيجوسك، ومرات باخذ دواء اسمه برضو مسكن، يعني مسكن قوي، مسكنات هي كلها تقريبا مسكنات. فإذا أخذتش يوم واحد ما أخذتش مسكن بحس بألام شديدة، مع زي لهيب بطلع من كف إيدي ورجلي غير الفرقعة. الله يعينك، الله يعافيك يا رب. الله يسعدك. طيب. دكتور، إذا نعطيك نصيحة إن شاء الله. الآن بالنسبة نكمل على الجيوب الأنفية، ذكرنا كل ما يتعلق بموضوع الجيوب الأنفية إن شاء الله، فذكرنا كل ما يتعلق بهذا الموضوع إن شاء الله الأخ محمد. أما بالنسبة لأبو معاذ بيقول عند حفيده تضخم في الكبد، وهذه مشكلة حقيقة من جلايكوجين ستورج ديزيز بنسميها، مجموعة من الأمراض اللي بتولد مع الطفل أشياء خلقية، بكون في مشكلة في أنزيمات الكبد وفي تخزين المواد الغذائية في الكبد، فبتضخم وبتتجمع جواته، بتعمل له ضخامة في البطن بشكل فظيع. حقيقة هي من أعند الأمراض، حقيقة إنها من الأمراض العنيدة، وللإنسان يعني وقف الطب شبه عاجز أمامها حقيقة. يا أبو معاذ لا أستطيع نصيحة خاصة في هذا الموضوع، إلا إنه تستخدم الأشياء اللي فيها بركة، يعني ماء زمزم، الدعاء، الصدقة. وبتعرف هذا الطفل صغير، حتى يعني لو أنه كبير شوي ممكن الواحد يعطيه بعض الأشياء، لكنه صغير صعب أنه نتصرف معه بأشياء قد ما يتحملها. فالآن عليك بالأمور اللي فيها بركة، الدعاء وزمزم والصدقة، وعسى الله أنه يجعل له فرج من خلالها. لكن لما يكبر كمان شوي أكثر شوي ممكن نشوفه ويكون في حلول إضافية تريحه على الأقل، تخفف من معاناته بإذن الله تعالى. وأنصح أيضا بلبخات زيت الخروع على البطن، لبخات زيت الخروع، يعني بللوا شاشة زيت خروع وحطوها على بطنه، ممكن تحطوا عليها تكون دافية شوي بطريقة ما تدفيها، هذه قد تقلص حجم التضخم نسبيا وتريحه نسبيا، نسأل الله ذلك. أما بالنسبة للسؤال الأخير والديسكات والأوجاع المختلفة عند أبو يحيى، حقيقة أبو يحيى أنا أنصحك بالحجامة وباستخدام لبخات الكبار واستخدام نبات الأشواغندا، أعتقد أنها راح تريحك إلى درجة كبيرة. ممكن تراجعنا ونعمل لك عدة جلسات تعطيك نتيجة وتريحك من مشاكل المسكنات هاي التي يخشى عليك من مضاعفاتها. نسأل الله لك ولجميع المشاهدين والمستمعين والمسلمين الصحة والعافية. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نلقاكم في حلقة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.